السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء دوما بهذا اللقاء المتجدد. حديثنا الليلة عن المناسبة السعيدة التي تنتظر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مع شهر ذي الحجة، وهي أضحية العيد. فلا حديث للناس هذه الأيام إلا عن أضحية العيد. يتحدثون عن الأثمنة وعن الأسعار، ويتحدثون عن المنتوج الذي سوف يضحون به، ولكن ما يهمنا أكثر أيها الأحبة الكرام أن نذكر بحقيقة هذه الأضحية التي يقوم بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا العيد السعيد، عيد الأضحى المبارك. واستعدادا لهذه المناسبة نذكر الجميع بأن هذه الأضحية هي شعيرة إسلامية أصيلة، هي ليست مجرد عادة من العادات أو تقليد من التقاليد، لأننا بدأنا نسمع هذه الأيام بعض الأصوات تنادي بإلغاء أضحية العيد بسبب غلاء الأسعار وبسبب كذا وكذا وكذا. نذكر بأن الله سبحانه وتعالى اسمه الرزاق، الله تعالى اسمه الكريم، وما دام قد فرض على عباده هذه الأضحية فإنه سوف يدبر الأمور وسوف يفتح باب العطاء والخير والرزق والكرم والجود. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: فصل لربك وانحر. المؤمن هو مطالب بالصلاة، يصلي لله. وأيضا في المناسبات السعيدة مثل هذه الأيام المباركة يقوم بفريضة النحر، فصل لربك وانحر. وهذه الشعيرة جعلها الله تعالى لكل أمة. فالأمم السابقة، الأمة اليهودية مثلا، عندهم شعائر كبيرة في الذبائح وفيهم تفصيل كثير، والنصارى أيضا والأديان السابقة. فلماذا نريد أن نحرم الأمة الإسلامية التي هي خير أمة أخرجت للناس لكي تحافظ وتعتني بهذه الشعيرة؟ وقد قال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الرزاق هو الله، رزقهم من بهيمة الأنعام. وجعل هذه الشعيرة، جعلها من الأصول الدين، فيها نوع من التقرب إلى الرحمن. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فما سوف نقوم به إن شاء الله تعالى قريبا في أضحية العيد هو من شعائر الله. والإنسان عليه أن يعلم بأن هذه الشعيرة هي ليست واجب، وإنما هي سنة مؤكدة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث كتبت علي، وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعة الفجر. بالنسبة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الأمور الثلاثة هي مفروضة عليه، كتبت عليه، لأن هناك أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهناك أحكام عامة بالأمة. فأمور ثلاثة هي مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنسبة إلينا هي مجرد تطوع، اللي قام بها له الأجر والثواب، ما قامش بها فلا حرج عليه. هي الوتر والنحر وركعة الفجر.
وهذه العبادة شرعها الله تعالى هي على الموسرين من المسلمين، لم يفرضها على الفقراء. ولكن الناس بحكم العادات والتقاليد صاروا يتكلفونها. كم من واحد فقير يتكلف وقد يستدين وقد يتسول، المهم أن يجمع المال لكي يقوم بذبح الأضحية. وحقيقة أن الإنسان هو يتنافس من أجل أن تكون له هذه الأضحية. لماذا؟ لأن فيها فضل عظيم. جاء في بيان فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا، طيبوا بها نفسا. لما يسمع المؤمن هذه الفضائل ديال الأضحية فإن نفسه تتشوق أن يكون له أيضا في أسرته كبش يذبحه ويفرح به ويأخذ أجره وثوابه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأن هذه الأضحية تكون من أنواع أربعة، لأن بعض الناس يتسألوا يقول لك واش غير الغنم وحدها؟ لا، في الشريعة الإسلامية الأضحية تتكون من الضأن والمعز والبقر والإبل، أربعة كلهم تجوز بهم الأضحية. لكن يبقى دائما الضأن اللي هو الكبش هو المفضل. ربنا قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نحن مطالبون بأن نذكر الله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. والأنعام هي أربعة كما هي مذكورة في سورة الأنعام: الإبل والبقر والضأن والمعز، فكلهم يجوز الأضحية بهم. إلا كانت الإبل خاصة 5 سنوات تكون كبيرة العمر ديالها 5 سنين، وإلا كان من البقر خاصة 2 سنين، وإلا كانت من المعز خاصة 1 سنة، وإلا كانت من الضأن يعني من الكبش 6 أشهر. هذه هي السن المعتبرة شرعا. واللي مستحب هو أن يكون الكبش وأن يكون سمين ومليح. لماذا كنلقاو الناس كيمشيو للأسواق وكيقلبوا على السمين المليح، على السردي، على راس السوق؟ لأن هذه عبادة يريد فيها أن يتقرب إلى المولى عز وجل بأجود وأنبل ما يستطيع. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين. هذا الوصف هذاك يعني بأن الكبش خص يكون هكذا قوي وسمين وعظيم ومليح، والقرون ديالو كبار، كلها كيدل على أنه من السنة. وطبعا الأساسي في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب. الناس دابا الآن قريبا غتفتح الأسواق والناس غادي يشريوا الأضحية ديالهم، وكل واحد على قدر الجهد ديالو وقدر الجيب ديالو. الناس الأثرياء كيمشيو يقلبوا على السمين، وحتى الفقراء حتى هما كيقلبوا على السمين لا بد. الأساسي هي تكون الأضحية سالمة من العيوب، لأن العيوب تمنع الإجزاء. العيوب في الأضحية ما كتخليش الأضحية كتكون فيها الأجر والثواب. وهذه العيوب اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. فإلا كانت الأضحية فيها هذه العيوب بين، يعني كيبالك العور، كيبالك بأن عينها عين فيها عيب كبير، إلا كان عيب صغير لا بأس به، ولكن كان العيب بين بقوة لا تجوز في الأضحية. ولا كانت مريضة هزيلة جدا هزيلة أيضا لا تجوز. ولا كانت عرجاء وكانت القرن ديالها مكسور، هذه كلها لا ينبغي أن تكون في الأضحية. فلا بد لمن سيشتري الكبش أن يتفقد أذنيه، واش أذنه مزيانة، يتفقد القرنين واش مزيانين، العينين واش مزيانين، السمونية واش مزيانة، باش يقدر يشريها وهي سليمة. إذا ما كانتش مليحة على الأقل ما تكونش فيها عيوب.
بعض الناس يقدر يشتري واحد الأضحية شراها سليمة، ولكن طلع في الدروج مشات للسطح قفزت وتعترت فانكسرت بدون سبب منه، هو شراها سليمة. العلماء قالوا هذه تجوز، لأن في الأول انت شريتها سليمة وقد طرأ عليها الطارئ، تعطلت وانكسرت، فلا لا 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 حرج عليك. أما إذا كانت هذه الأضحية وقع ما وقع بفعلك أنت وتفريطك أنت، فلا بد خصك تبدلها، تحاول تبدلها، كذبح كتمشي عند الجزار، ولكن الأضحية خصها تكون سليمة 100%. كنلقاو بعض الناس اللي هما مرض بالسكري ولا يأكلون لحم الغنم، لأن ربما قد يؤدي إلى مضاعفة داء السكري. هنا يجوز أننا نضحي بالبقرة. كنلقاو في السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من الأسر صاروا يضحون بالأبقار، فهل تجوز أم لا؟ أي نعم تجوز، تجوز الأضحية بالبقرة، ويجوز فيها الاشتراك. الاشتراك يعني يكون فيها جوج الناس حتى السبعة، لأن في الحديث النبوي الشريف كان سيدنا النبي يتكلم على الهدي في الحج، ولا فرق بين الهدي والأضحية. في الهدي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يشتركوا في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، يعني كل سبعة ديال الناس كيشاركوا في بقرة. فالإنسان إذا بغى يشترك إما في بقرة، الناس اللي في الصحراء كيشتركوا في جمل، والناس اللي في البوادي في بقرة، وحتى في المدينة يعني ممكن يكون واحد ويكونوا جوج وثلاثة وأربعة العائلات وخمسة العائلات وستة وحتى السبعة، حتى سبعة الناس سبعة الأسر ممكن يشتركوا في بقرة وكيدبحوها وكيقسموها فيما بينهم وتجزئهم عن أضحية العيد. وقد جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة، فهذا من الأمور التي هي من السنة النبوية الشريفة. وهذه الشعيرة المباركة هي منين نبغيو نذبحوها لابد أن نختار دائما الأجود. سيدنا النبي كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية يعني السكين فاشحديها بحجر، ففعلت ثم أخذتها وأخذ ذلك وأضجعه وأذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. هذا الحديث النبوي الشريف أمنا عائشة رضي الله عنها بينت لنا فيه مجموعة كبيرة من الأحكام، أن الكبش اللي هو مستحب ندبحوه أنه يكون مليح، يكون أقرن يعني يكون عنده القرون، يطأ في سواد، سواد يعني أنه كيكون بيض سردي وكيكون قدامه كحلين قدامه فيهم السواد، ويبرك في سواد الرجلين اللورانيين تما فيهم السواد، وينظر في سواد يعني العينين ديولو مدورين بواحد اللون أسود، وجهه بيض سردي وفي سواد في عينيه وقدميه ورجليه. وملي سيدنا النبي بغى يذبحها قال أمنا عائشة قال لها فين السكين، السكين العريضة المدية السكين كتكون كبيرة، قال لها اشحديها بحجر مضيها مزيان. ملي مضتها بغى يذبحها بغى يذبح هذه الأضحية، ماذا قال في الدعاء؟ بسم الله اللهم تقبل من محمد. كان سيدنا النبي ذبحها كبشين، قال هذا من لآل محمد لمحمد وآل محمد، والثاني قال وهذا لأمة محمد، يعني سيدنا النبي ضحى لنا ونبع لنا منذ زمان، كل من لم يضحي فسيدنا النبي قد ضحى وتكفل بذلك ونبع عنه منذ زمان. والإنسان ملي إن شاء الله تعالى يجي وقت العيد لابد أن الذبح يكون بعد صلاة العيد. كاين بعض الناس عندهم واحد العادات كيزربوا في الصباح البكري خصو يذبح باش يبقى يتنقل من منزل لمنزل، ربما كيكون هو جزار وخصو يربح، ولكن الانطلاقة الحقيقية كتكون بعد الصلاة الفريضة ديال الصلاة اللي غتكون في المصلى يصليها الإمام أو من ينوب عن الإمام، وبذلك أنذاك ممكن أنه يذبح.
وإذا أراد أن يذبح لابد أن الجميل أن الإنسان يذبح بنفسه، يتعلم يذبح بنفسه، وإلا قدر أنه ما يعرفش كي يكون مع الجزار وكيعطيه كيقول لي خذ البديرة تقدم نشد لك، قول بسم الله الله أكبر وسمي وذبح، وإلا يسمي نفسه أو من أوصاه عن فلان ابن فلان. كان سيدنا رسول الله يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. واللي ما يقدرش يذبح على الأقل يشهد ويحضر عملية الذبح، لأن هذه عبادة، هذه ماشي عملية اللحم سيؤكل، هذه عبادة من العبادات المباركة لابد للإنسان أن يحضرها، وينبغي له أن يراعي أداب الذبح حتى تستريح هذه الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تعذيب الحيوانات على اختلاف أشكالها، خصوصا أضحية العيد، فلا بد أن تحد السكين جيدا، ويكره أن تحد أمام الذبيحة. كاين بعض الناس كيقوم بالعملية ديال الإحداد والذبيحة كتشوف، راه كتشوف وكتفهم وكتحس، كتعذبها، حرام. لهذا الإنسان يحد السكين بعيدا ويجلد الذبيحة بكل لطف ويسمي الله سبحانه وتعالى، لأن سيدنا النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ملي نذبحوا هذه الأضحية بإذن الله تعالى، حنا مطالبين بأننا نأكل منها واحد الشطر، ونهديو منها واحد الشطر، ونصدقوا بواحد الشطر. هذا من السنة. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الثلث من الأضحية ويهدي الأقارب والجيران الثلث الآخر، ويتصدق بالثلث الآخر على الفقراء، لأن الله تعالى قال لنا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي آية أخرى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالإنسان جميل أنه يقسم هذه الأضحية ثلاثا، ثلث لنفسك، ثلث هدية للأغنياء من الأصحاب، وثلث صدقة للفقراء. والإنسان لابد أن يأكل من أضحيته، وربنا سبحانه لا ليس مانع أن يدخر، لأن ربما حاليا كنلقاو جل الناس كيضحيوا، أيام زمان كان كيضحي واحد فئة قليلة وفئة أخرى ما كيضحيوش ما عندهمش، اليوم في عصرنا هذا رغم غلاء الأسعار ورغم الظروف الصعبة بعدا كنلقاو الناس كلشي مضحين، لا أحد كيبقى بلاش، ربي كيبارك للجميع. فلهذا يجوز أن ندخر إذا كان كلشي ذابح، وهنا لا مانع أن الإنسان يدخر. بعض الناس كيشري الكبش وكيشري مع الثلاجة لأنه بغي يقوم بالإدخار ويقصد داك الحيمات ويراعي الظروف المعيشة، فلا مانع من ذلك. سيدنا النبي قال كلوا وأطعموا وادخروا وادخروا، وأيضا يكون هذا الأمر يكون فيه التقوى لله. الأحكام المرتبطة بالأضحية هي كثيرة وكثيرة جدا، ولكن بعض الناس ربما لا يريد أن يضحي، يقول لك أنا ما كنبغيش نشوف الصورة ديال الدم وديال الذبح، أنا سوف أتصدق بثمنها، غناخذ الثمن ديال الأضحية، ربما كيدير 2000 درهم 3000 درهم 4000 درهم، كيقول لك أنا غنتصدق بها. العلماء قال لك لا، الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأن الأضحية بغاك الله تعالى أنت تضحي، إلا إلا عندك شي مانع من الموانع. كاين بعض الناس كيقول لك نشوف شي واحد من أنا ما باغي دم، ما باغي صداع، أنا باغي نسافر، نعطيها لشي واحد ضعيف. أي نعم الصدقة فيها أجر وثواب كبير، لكن الله تعالى يريد كل واحد منا أنه يضحي بنفسه ويتصدق أيضا، فكله خير. الأساس هو أن القصد الشرعي من الأضحية هو تقوى الله، لا ينبغي أن ننسى ذلك، أن القصد الشرعي من الأضحية تقوى الله تعالى، لأن ربنا عز وجل يقول لنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فقريبا أيها الأحباب الكرام سوف تبدأ الأسواق في بيع أضحية العيد في البوادي، راه انطلقت منذ فترة، ولكن المدن الكبرى الناس كينتظروا الدخول ديال الغنم في الأسواق القريبة من المدن، وغيكون إن شاء الله تعالى الخير موجود،
ولكن الأسعار تبدو لا زالت مرتفعة. وكين هناك الحمد لله بعض الأخبار السارة بأن هناك تدخل من طرف الدولة للنظر في هذه الأسعار حتى تكون في متناول كل المواطنين. ولا ننسى بأن في هذه المناسبة كيكون التضامن وكيكون التكافل والناس كيتعاونوا فيما بينهم، والغني كيحاول ما أمكن أنه يكرم إخوانه الضعفاء. ولا ينبغي أن ننسى وحنا كنفكروا في عيد الأضحى أننا غنكونوا في موعد مع العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه أيام عظيمة، هذه أيام مباركة، والفجر وليال عشر، أعظم الأيام ديال السنة هي العشر الأوائل من ذي الحجة. فالإنسان من السنة أنه يعظم هذه الأيام ويصومها، صيامها عظيم جدا، خصوصا يوم التاسع اللي غيكون يوم عرفة. ومزال الإنسان أنه لا يقص شعرا ولا يقلم أظفارا حتى يضحي، لأن في ذلك فيه نوع من التشبه بحجاج بيت الله الحرام. فالحجاج الحمد لله الطائرات دابا الآن كتنطلق، بدأت منذ أمس وهي الآن تسير، كل يوم هناك عدة طائرات تسافر إلى البقاع المقدسة، وهذا كله خير عظيم وبركات كبيرة. لأساسي نوصي به الأحباب الكرام هو أننا في هذه الأيام المباركة علينا أن نحيي سنة التضامن والتكافل فيما بيننا، أن الأغنياء يوسعون على إخوانهم الضعفاء، ويكون نوع من التوسعة على الفقراء والمساكين، والله يبارك والله يجازي والله يضاعف الأجر والثواب. وأيضا نحرص على التواصل والتزاور مع العائلة والأحباب، ونطفئ نار الأحقاد والضغائن، ونقوي أواصر المحبة والمودة والتراحم في هذه الأيام المباركة. وأيضا علينا أننا نعبر عن السرور والبهجة بقدوم هذه الأيام. هذه الأيام هي مواسم للخير، مواسم للرحمة، مواسم للإيمان. علينا أن نبدي فيها السرور والبهجة، فرحنا بالله. الناس الصلحاء كتقام ديما فرحانين، كيقول لك أزداد عليك، كيقول لك أنا فرحان، فرحنا بالله. ولهذا النبي الكريم كان كيفرح، وكان النساء كيفرحوا، وكان ملي كيبداو يفرحوا فيما بينهم إلى أنهم شي واحد، كما وقع لأمنا عائشة مع جويريتها، ودخل سيدنا أبو بكر الصديق وانتهرهم، قال لهم دعهم يا أبا بكر حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة. فهذه الأيام اللي غتكون إن شاء الله هي أيام عمل صالح، أيام تكافل، أيام تزاور، أيام محبة ومودة وتراحم، وأيام سرور وبهجة، وأيام فرح بهذا الدين العظيم وهذه الشعائر اللي جعلها الله تعالى تعبر عن قوة الإيمان واليقين. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع ويبارك في الجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.